لاباس عليكم؟ هانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نديرو حلوه ريشبون محبوبه الجماهير، ما كاينش اللي معزازاش عليه. هندوزو المقادير، عندنا ربع ديال الزبده بحراره المطبخ، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا واحد كاس المعيقات ديال الكوك، عندنا بشر ديال الليمون ولا الحامض، عندنا كاس ديال الكلاصي، ثلاثه البيضات، واحد صاشي ديال الخميره، وعندنا صاشي ديال الفاني، وقريصه ديال الملح، والدقيق على حساب الخليط. ندوزو للطريقه. عندنا ربع ديال الزبده نزيدو على كلاصي، نخدموها مخدموهاش تولي فقط الطماط. نزيدو كاس ديال الزيت، نخلطو مزيان، دابا نزيدو البيض. نزيدو الكوك، نزيدو قشور الليمون ولا الحامض، فاني، قريصة الملح، ونخلطو مزيان. نبداو نديرو الدقيق، نديرو ديك الصاشية، ونخلطو، مخصهاش تكون قاصحة، شوية بشوية، نديرو الدقيق. نخلطو حتى تشمع لينا في الجيب، نزيدو شويه بشويه حتى تشمع. هذا هو القوام ديالها، ستكون رطبة، بقى واحد شوية من الكيلو ديال الطحين، دابا غندوزو نكوروها ونذاقها.
دابا نبداو ناخدوها شويه، نديروها صغيره. باش يلاه جينا ملاصقين جيني شعوت ثاني كبيره. المهم حنا غنكملو الخياطة، هاهو مايا يكون عا صغيورين، حنا غنكملو نتلاقاو ان شاء الله ملي نكملو نتلاقاو. هي بعد ما كملنا في التكوار ان شاء الله ندخلوه الفران ونتلاقاو في التزيين. بعد ما طابت ها هو الشكل ديالها. دابا غنديرو الكونفيتير فاش غادي نغطسوها. الكونفيتير الخاص بالحلويات داك اللي كيكون جاري. غادي ناخد شويه ديال المزهر وندوزو نطيبوه نتلاقاو. أو دابا ملي سخناه المهم الحلوى باردة والكونفيتير سخون. نبقاو نديرو بكمية كبيرة. المهم راه سخون باش يلاه يشربها، شربوا الحلوى. المهم نسندوها في الكوك ونحطوها. المهم حنا غنستمرو هكا حتى نكملو ونشوفو في الاخر. هيا بعد ما زيناها هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم وبالصحة والراحة وشهية طيبة.